السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلاً وسهلاً بكم إلى مقتراتنا من الصحافة لهذا اليوم. نبدأها من موقع CNN عربية الذي نشر مقالاً للكاتب فهد ناظر بعنوان في سوريا الفاشية ليست أفضل الشرين. جاء فيه: في خضم سفك الدماء والاضطراب الذي يهز سوريا، هناك أمر وحيد واضح، إنها حملة الدعاية التي يقوم بها نظام بشار الأسد ضد المعارضة، التي تجد صدى لها في بعض دول الغرب وفي أماكن أخرى من العالم. فالنظام يصف باستمرار معارضه بالإرهابيين، ومن دون أوهام، فإن أولئك الذين يتبنون وجهة النظر القائلة بأن استمرار نظام الأسد هو أقل الشرين، فإنهم بذلك يعنون أن أفضل خياراتهم هي الفاشية. وإذا كان للتاريخ أن يكون مؤشراً، فإنه إذا تحولت العقلية الفاشية إلى ذهنية داخل قاعدة أي نظام، فإنه نادراً ما يلهيها السلام. وينبغي على الممانعين أو المترددين من المجتمع الدولي إزاء معاقبة بشار الأسد ألا يغفلوا أن هناك احتمالاً كبيراً سيكونون مجبرين على مواجهته في فترة ما من المستقبل القريب، وذلك عندما يتحدى قواعد العلاقات الدولية بشن هجوم عسكري غير مبرر على أمة ينحي عليها بلائمة مشاكل سوريا. والمرشحة الأكثر ترجيحاً لأن تكون تلك الأمة هي المملكة العربية السعودية. ورغم أن هذا السيناريو يبدو بعيداً لعدة أسباب، ينبغي تذكر أن المغامرات العسكرية غير محسوبة العواقب من قبل الأنظمة الفاشية تفاجئ الآخرين عندما تتحدى الحكمة التقليدية على عدة جبهات. وعلى أولئك الذين يشككون في الاحتمال الواقعي لمثل هذا الهجوم أن يتذكروا نظاماً بعثياً آخر بنى شرعيته على القوة العسكرية ووهم العظمة، وقاد شعبه من حرب مدمرة إلى أخرى، ألا وهو نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين. ويكفي أن نذكر هنا بأن الكثيرين اعتبروا نظامه إبان الحرب مع إيران الأفضل بين شرين. وفي أي دولة فاشية يعد حفظ أمن الدولة والاستقرار والوحدة ضد المكائد الداخلية والخارجية أمراً دغمائياً مسلماً به، وهو نفسه الأسطورة المؤسسة للنظام السوري. إن السمة المميزة للفاشية هي أن يتم تبجيل القائد بحيث تشخص الدولة فيه، وأي هجوم عليه يصبح هجوماً على الأمة بكاملها. ولم يترك الأسد أي شك في أنه يفضل تدمير سوريا على أن يتنحى. زرع الأسد أيديولوجيته الذميمة وسط أنصاره اعتماداً على الإعلام والدعاية، ومستخدماً نظام تعليم يغرس في ذهن الناشئة تمجيد الحرب والصياد السحرة، وعلى شعارات تلعب على المشاعر القومية والوطنية لأنصاره مقابل شيطنة جميع أعداء سوريا. كما أن للفاشية تاريخاً في استخدام الدين والعرقية لتوسيع الانشقاق داخل المجتمع اعتماداً على مبدأ فرق تسد بضمان ألا تتوحد الجماعات ضده. وفي حال استعاد بشار السيطرة على جميع أراضي بلاده، وإذا تحولت سوريا إلى دولة فاشلة بالكامل، من المحتمل أن يعتبر حلاً له نقل ضعفه في الجبهة الداخلية إلى استعراض قوة لتعزيز معنويات أنصاره بأن يقرر مغامرة ضد أي من خصومه تحت شعار القومية. وكمكسب إضافي، قد يرى الأسد في ذلك الهجوم فرصة لاختبار عزيمة الولايات المتحدة وبصمتها العسكرية في الخليج. لطالما قلت دول العالم من العقلية الفاشية، ولكن باعتبار مواجهتها موحدة للإرهاب، ينبغي عليها ألا تنسى الدمار الذي خلفته الفاشية في الكثير من أصقاع الدنيا، وأن شبحها يحوم الآن على الشرق الأوسط. نتابع الآن مع صحيفة القدس العربي التي كتب فيها فيصل قاسم مقالا بعنوان عيشوا كالحيوانات وإلا نذبحكم كالحيوانات. قال فيه: كان هناك شخص يعيش مع أولاده التسعة وزوجته وحماته وأمه في بيت مؤجر مؤلف من غرفة واحدة وحمام داخلي مساحته متر بمتر، ومطبخه عبارة عن طاولة صغيرة. وكان دائما يتذمر من عيشته التعيسة وصغر حجم المنزل. فجاءه صاحب البيت ذات يوم وطلب منه أن يربي له دجاجتين وديكا في نفس المنزل الصغير مع العائلة. فسارت ثائرة المسكين، لا
لكنه اضطر لرضوخ لطلب صاحب المنزل كي لا يطرده. ورحت العائلة تعاني من إزعاج الديك ووسخ الدجاجتين. وكي يزيد الطين بلة، عاد صاحب البيت بعد فترة وطلب من المستأجر أن يربي له عنزة في الغرفة ذاتها، فصارت الدجاجتان تلوثان الفراش بالأوساخ، وأصبح الديك يقاتل العنزة بينما تثغو الأخيرة ليلى نهار. ومما زاد في الطنبور نغما أن صاحب البيت أمر المستأجر المسكين لاحقا بأن يربي له عجلا، فزادت محنته معاناة وألما. لكن صاحب المنزل المتغطرس حن على المستأجر بعد طول معاناة وانتظار، فخلصه من الديك والدجاجتين والعنزة والعجل، فطار المستأجر من الفرح وراح يحدث أصدقائه عن بيته الفسيح المريح قائلا: من يوم ما راحوا هالحيوانات الملعين ونحن عايشين مبسوطين مبحبحين، مع العلم أن البيت بقي على حاله طبعا. وهكذا حكاية الحكومات العربية مع شعوبها، فما أن تتدمر الشعوب من وضعها المأساوي حتى تقدم الحكومات على إجراءات أكثر مأساوية وبطشا وتنكيلا، فيلهج لسان الشعوب فورا بالبيت الشهير: رب يوم بكيت فيه فلما صرت في غيره بكيت عليه. بالأمس القريب ثارت الشعوب للتخلص من الظلم والطغيان وتحقيق الديمقراطية، أو على الأقل من أجل قليل من الأكسجين، فتكالب عليها القاصي والداني وجعلها تكفر بالساعة التي ثارت فيها بعد أن راحوا يحرمونها من أبسط متطلبات مثلث ماسلو كالأمن والخبز والماء والوقود والكهرباء. فمن المعروف أن الإنسان يمكن أن يتخلى عن الكثير من الأمور مقابل أمنه الشخصي، ولهذا راحوا ينشرون الفوضى والجرائم في بلدان الثورات كي تتحسر الشعوب على أيام الطغيان الخوالي وتعود إلى حظيرة الطاعة. لقد أصبح الآن الحصول على أساسيات الحياة الشغل الشاغل للسواد الأعظم من الشعوب التي ثارت، فالأغلبية منشغلة بالبحث عن الأمن وربطة خبز مجبولة بالرمل والقش ولتر زيت مغشوش من النوعية العاشرة وكيلو طماطم نصفه عفن ورطل أرز مخلوط بالحصى. لكن حتى هذه السلع الرديئة أصبحت صعبة المنال في بعض البلدان الثائرة، خاصة وأن ثمن ربطة الخبز ارتفع بشكل مذهل، مما جعل الناس يقولون: لم نعد نريد لا حرية ولا ديمقراطية ولا حقوق إنسان ولا بطيخ، نريد فقط أن نأكل ونشرب، لا بل نحلم بالعودة إلى تلك الأيام الجميلة التي عشناها في الماضي، مع العلم أنه كانت أيام أزفت. لكن ما الذي أجبرك على البر سوى الأمر منه؟ لقد غدت لقمة العيش اليابسة والشعور بالأمن أهم من أي شيء آخر. كيف نتوقع من الشعوب العربية المعدمة بأن ترتقي بأنفسها وبأوطانها إذا كانت حسب التقارير الدولية قبل الثورات تنفق أكثر من 90% من دخلها على احتياجاتها العضوية فقط أي الغذاء، بينما تنفق الشعوب المتقدمة 10% فقط على الطعام ويبقى لها حوالي 90% من رواتبها لتطور نفسها ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا. بعبارة أخرى، فإن ملايين العرب غدوا مجرد عبيد لبطونهم ولطواغيتهم، هذا إذا استطاعوا أصلا أن يملأوا بطونهم وسط الانهيارات الاقتصادية المخيفة والغلاء الرهيب وانحسار المواد والفوضى الرهيبة المتعمدة التي نشرتها السلطات لإخضاع الشعوب المطالبة بحريتها وكرامتها. لقد قال السيد المسيح: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، وكان يقصد أن الإنسان ليس جسدا فقط بل هو روح ونفس أيضا، وهكذا يحتاج الإنسان لكي يستمتع بحياته إلى التوازن بين الاهتمامات الجسدية والاهتمامات الروحية، فلا ينشغل بحاجات الجسد من مأكل ومشرب وملبس وإشباع الغرائز فقط على حساب النفس والروح. لكن ماذا تفعل الشعوب العربية التي تريد أن تحيا بالخبز وحده لكنها لا تجده الآن، بعد أن جعله المتكالبون عليه في الداخل والخارج حلما بعيد المنال؟ تريدين الخبز أيتها الشعوب؟ يصيح طواغيطها وكفلاؤهم في الخارج. حسنا، سنعطيك الخبز والماء وأحيانا الكهرباء، لكن بشرط أن تعودي إلى زريبة الطاعة، وإذا ركبت رأسك
فسد قطعه. هذا ما يحدث الآن حرفياً في بعض بلدان الربيع العربي وخاصة سوريا. فإما أن ينجح مخطط التركيع والتجويع والذبح، أو أن الشعوب تفهم اللعبة الحقيرة وتردد مع بنجامين فرانكلين: من يضحي بالحرية من أجل الأمن لا يستحق لا الأمن ولا الحرية. نواصل معكم مشاهدينا الكرام، وننتقل الآن إلى وكالة أنباء الأناضول التي أجرت لقاء مع رئيس الحكومة السورية المؤقتة الدكتور أحمد طعمة في برلين، الذي يقوم بزيارة إلى ألمانيا في مسعى الحكومة للحصول على الاعتراف الدولي. يقول طعمة لمراسل الأناضول أنه التقى بكل من وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير ومستشار رئيسة الوزراء الألمانية أنجيلا ميركل للشؤون الخارجية كريستوف هوسكين، ورئيس المجلس الاتحادي الألماني لحقوق الإنسان ورئيس هيئة المساعدات مايكل براند، لافتا إلى أنه لاقى ترحيبا حارا من قبل المسؤولين الألمان. وأضاف طعمة أن لقاءه مع شتاينماير كان صريحا ووديا، مشيرا إلى أنه تبادل وجهات النظر مع الوزير حول سبل إيجاد حل سياسي للنزاع القائم في سوريا. وفيما يلي مقتطفات من حديث طعمة: لقد تناول اللقاء مع المسؤولين الألمان موضوع الاعتراف بالحكومة السورية المؤقتة، ونحن نرغب في أن تقوم الدول بالاعتراف بنا قانونيا على الصعيد الدولي، وقررنا أن نقوم بجهود ملموسة في هذا الصدد. إن لقاءتنا في ألمانيا والحفاوة التي استقبلنا بها أعطتنا انطباعا بأننا نمضي في الطريق الصحيح، وسنستمر بالعمل الدؤوب حتى يتم الاعتراف بنا كممثل وحيد للشعب السوري بدلا من حكومة النظام. بات الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية جهة معترفا بها دوليا، وهذا يحفزنا على المضي قدما في هذا الأمر والطلب من تلك الدول أن تعترف بنا، وهذا سيعود ببالغ النفع على الائتلاف الوطني لأن الحكومة هي إحدى مؤسسات الائتلاف. تبحثنا مع المسؤولين الألمان الأزمة السورية ووضع اللاجئين السوريين والمساعدات الإنسانية، وهنا لابد من الإشارة للجهود الجبارة التي بذلتها وما تزال تبذلها تركيا في هذا الشأن، وهو ما لم ننساه أبداً. وأود أن أوجه بالغ شكري للشعب التركي والحكومة التركية ومنظمة الهلال الأحمر التركية ومنظمة الإغاثة التركية إيهاها، وأرجو أن يستمر تقديم المساعدات للاجئين، كما أتمنى استمرار تهيئة الظروف في تركيا لتلقي السوريين وتعليمهم. ننتقل الآن إلى موقع حبر لار الإلكتروني الذي نشر مقالاً بعنوان: اللاجئون السوريون في دول الجوار حياتهم بلا آفاق. جاء فيه: منذ 3 أعوام ولا حل يلوح في الأفق للأزمة السورية، فيما يتزايد عدد اللاجئين السوريين إلى دول الجوار يومياً ليصل عددهم إلى الملايين. وقد لجأ نحو 2.5 مليون سوري إلى دول الجوار، فيما اضطر نحو 4 ملايين آخرين إلى النزوح داخل سوريا، وفقا لتقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. ففي لبنان يتواجد حاليا نحو 1 مليون لاجئ سوري، فيما يجد العديد من اللاجئين في تركيا والأردن مأوى في المخيمات التي أنشئت بمساعدة المجتمع الدولي. يجد السوريون أنفسهم في لبنان مجبرين على إيجاد مأوى لهم ولأسرهم وتوفير القوت لهم دون أي مساعدة تذكر. وبخلاف هذه الصعوبات يواجه اللاجئون السوريون تحديات أخرى تتمثل في بدء حياة جديدة في الدول التي يقيمون فيها حالياً، أو من خلال العودة إلى وطنهم الذي مزقه التطاحن والقتال بين مختلف الأطراف. وفي كلتا الحالتين يريد اللاجئون الخروج من حالة التنقل والترحال وعدم الاستقرار والعودة إلى العيش تحت ظروف عادية. ويوضح في هذا السياق نيجل تيمنت من المنظمة الإغاثية أوكسفام أنه لاحظ أن اللاجئين يعانون بصفة خاصة من كونهم قد أجبروا على ترك حياتهم القديمة. مثل كل الناس كانت لهم من قبل وظائف وأعمال يعيشون منها، ولم يكن ليتوقعوا يوما أنهم سيضطرون للهرب والعيش في مكان آخر كلاجئين. وما يزيد من مرارة هذه التجارب عندما لا يرى هؤلاء أي آفاق مستقبلية للخروج من وضعيتهم المعيشية المزرية. وتضيف أن الكثير من اللاجئين يمرون بحالات خوف وترهيب نفسي جراء ما عايشوه من عمليات قتل وإرهاب خلال الحروب،
الأمر الذي من شأنه أن يزيد من صعوبة اندماجهم في بيئة غير بيئتهم أو مجتمع جديد. ولهذا السبب تعمل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين منذ سنوات طويلة مع منظمات إغاثية أخرى تخصصت في تقديم المساعدة والدعم للاجئين الذين يعانون من ضغوطات نفسية جراء الحرب وتداعياتها. يساعدوننا على فهم هذه الصدمات النفسية بشكل مناسب، كما يقدمون لنا الاستشارات حول كيفية التعامل مع المصابين بهذه الصدمات النفسية. وهنا يتعلق الأمر بعملية في غاية الحساسية على ما تقول كيغان. وموظفو الإغاثة بحاجة ماسة إلى هذه الخبرة في مخيمات اللاجئين السوريين وعملية اندماج اللاجئين في الدول المستقبلة لهم على ما تقول كيغان، إلا أن هذه العملية تسير ببطء شديد في الدول المجاورة لسوريا. وتعزو كيغان ذلك إلى العدد الكبير اللاجئين الوافدين على هذه الدول، وطالما أن القتال مستمر في سوريا فإن العديد منهم مجبر على العيش في حالة طوارئ قد تطول إلى أمد. مشاهدينا الكرام، نواصل الآن مع موقع الدرر الشامية الذي نشر مقالا لأيمن إبراهيم بعنوان الثورة السورية بين تفوق في الإرادة وإخفاق في الإدارة. قال فيه: في بداية الثورة السورية كانت الشعارات الثورية الحماسية سيدة الموقف كأمثال من لغيرك يا الله، وكانت نتائجها ملموسة لصدق الثائرين في التوكل على الله وقوة إرادتهم. ولم تمض إلا أشهر معدودة عن بداية العمل المسلح في الثورة، إلا وأكثر من 50% من مساحة الأرض السورية محررة من حكم جيش بشار بعمل ثوري انسيابي لم يعتمد على الإدارة والتخطيط بل على الإرادة والتوكل على الله. وبعد دخول المال والنفوذ والسلاح في اهتمامات الثوار وقادتهم تغير المشهد، وبدت ملامح التراجع بدل التقدم، وهذا يعني أن حجم الإرادة والتوكل على الله تضاءل في حال لم يتمكن المجاهدون من الرقي بعملية إدارة الصراع، مما يعني تقدم النظام وتراجع المجاهدين. حقيقة الأمر، هناك مقومان اثنان بعد التوكل على الله لابد من توفرهما في الثورة: الإرادة والإدارة، والاكتفاء بأحدهما انحدار نحو الفشل. لست ممن يحبذ جلد الذات، ولكن نقد الذات وتقويمها أمر محتم علينا في هذه المرحلة. فلو راجعنا حساباتنا ووقفنا على المعطيات التي أمامنا الآن لوجدنا أن الثورة السورية تدير الفشل وتهوي من فشل إلى تراجع ومن تراجع إلى انكسار. وإن لم نتدارك الموقف أخشى أن يأتي علينا يوم نقول الله يرحم أيام الثورة. حاول النظام بكل وسائله العسكرية والأمنية والإعلامية كسر إرادة الشعب السوري الثائر فلم يستطع، ولكنه يعلم أن هناك إخفاقا في الإدارة وتصدعا في جدرانها، فهو الآن يحاول التسلل من خلالها للقضاء على ثورتنا المباركة. أهم المهمات في المرحلة الحالية هو الانتقال إلى عقل الإدارة البارع وتكثيف الجهود بتطوير واستغلال الأدوات المتوفرة والاستفادة من الطاقات المعطلة والكفاءات والخبرات الموجودة في الشعب السوري وهو غني بها، الاستفادة منها من أجل إنقاذ مركب الثورة الذي كاد يغرق. هناك الكثير من الخبرات في الثورة خبأت نفسها وراء البندقية، وهذا بحد ذاته انتحار. السياسي والصحفي والاقتصادي والمعلم والمخطط والمصنع والمهندس، كل واحد من هؤلاء له دور في الثورة وليس دوره حمل البندقية. لقد رأيت في الثورة السورية أستاذا جامعيا في الاقتصاد يحمل بندقية على الجبهات، وهذا موقف بطولي منه أن يكون بين أهل بلده يشاركهم ثورتهم ضد الظلم والطغيان، ولكنه سوء إدارة من قادته لأن الملف المالي الذي يعاني من مشكلات كثيرة بحاجة لمثل هذا العقل أن يديرها. ورأيت الطبيب ترك عمله وحمل بندقيته في حال أن الجرحى الذين يسقطون في المعارك يموتون بجروح بسيطة نتيجة النتف قبل وصولهم لأقرب مستشفى ميداني. ورأيت المعلم ترك سبورته وحمل البندقية في حال أن المجتمع السوري الآن تنتشر فيه الأمية والجهل. ورأيت المهندس يحمل بندقية في حال أن البنية التحتية للبلد مدمرة بشكل عام
وتحتاج لجهد سنوات من أجل إعادة إعمارها. كل هذه نماذج على عظم عملهم في حمل السلاح والدفاع عن أرضهم وعرضهم، إلا أنه لو أعطي كل واحد منهم مكانته لرأينا شيئا مختلفا في إدارة الصراع مع الطاغية. إن المتابع يرى أن هناك فشلا ذريعا في إدارة الملفات عامة، وأن النجاح والتقدم البسيط في الثورة هو نتيجة الإرادة وليس الإدارة. ففي الملف السياسي لم يستطع المتصدرون للسياسة أن يكونوا على مستوى التضحيات التي قدمها الشعب السوري، بل وجدنا النزاعات بينهم منذ انطلاق الثورة، ورأينا ارتهانهم لأجندات خارجية مختلفة مما جعلهم مختلفين. وفي الملف العسكري أقصي العسكر وأبعد عن اتخاذ القرار الفاعل على الأرض، واعتمد على الثوريين لأصحاب السبق والشجاعة، لكن خبراتهم ضعيفة في المجال العسكري، مما جعل التقدم لجيش النظام المدرب. وفي الملف الإعلامي تعاملت كثير من الفصائل معه بسذاجة ولا مبالاة، رغم الصيحات المتكررة من المختصين بضرورة الرقي بالخطاب الإعلامي والاهتمام بالكوادر الإعلامية الناجحة، لأنها لم تلقى آذانا صاغية، مما جعلنا نرى أخطاء إعلامية قاتلة مدمرة في الثورة. وقس على ذلك الإغاثية والتعليمية والدعوي وإدارة المناطق المحررة وإدارة النزاع بين الفصائل، كل هذه الملفات لم نرى فيها يد الإدارة الناجحة، بل رأينا التخبط يمينا وشمالا. إن إنزال الناس منازلهم وتركهم للإبداع والتقدم في اختصاصاتهم هو الشيء الوحيد الكفيل بالعودة للتقدم والسير نحو النصر في ثورتنا المباركة، فبدل الفشل في الملف العسكري والانكسار في الكثير من الجبهات، استفيد من خبرات العسكر الذين انشقوا عن جيش النظام وأثبتوا صدقهم وولاءهم لثورتكم. أعطوهم مراكز قيادة وحرية في اتخاذ القرار ضمن مجالهم واختصاصهم. وبدل الإخفاق في الملف السياسي، استعينوا بالسياسيين ممن تثقون بدينهم وصدقهم وحكمتهم، واستمعوا لهم ولاستشارتهم، ولن تعدموا هؤلاء. وهكذا في كل ساحة من ساحات ثورتكم، ضعوا فيها فرسانها، واستعينوا بالطاقات السورية المعطلة الموجودة بينكم، والتي كان يستفيد منها العالم العربي وربما الغربي قبل الثورة، فهم كنز ثمين، وحان دورهم بالعمل من أجل أن يقوموا بالآتي: أولاً، إعادة صياغة الهيكلة السياسية والخطاب السياسي للثورة، وبتقنية جديدة وطريقة عصرية متوافقة مع أهداف الثورة ومرتكزاتها. ثانياً، إنشاء مجلس خبراء متعدد الاختصاصات مهمته تقديم الاقتراحات السياسية وطرح الخيارات والبدائل وتصنيفها وتبيين الفرص والأخطار التي تنطوي عليها. ثالثاً، إنشاء مركز معلومات يقوم على جمع المعلومات المتعلقة بالثورة وسيرها، ثم يحللها ويخرج بنتائج تعرض على أصحاب القرار لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب. رابعاً، بناء جسم استخباراتي للثورة السورية للعمل على التنبؤ بالأخطار المحدقة بالثورة وقادتها، والعمل على إجهاض الجهود الخبيثة التي تبذل من أطراف عديدة للقضاء على ثورتنا. خامساً، تشكيل إدارات في المناطق المحررة في كل المجالات المدنية من أجل إدارة الحاضنة الشعبية والقيام على مصالحها حتى لا يفقد الثوار حاضنتهم. وأخيراً، استقطاب العقول التي هاجرت وإعادتها إلى بلدها لاستفادة من خبراتها وإعطائها صلاحيات واسعة للعمل. ننتقل الآن إلى صحيفة العهد، حيث كتبت تيهال قدور مقالاً بعنوان كالجسد الواحد، قالت فيه: إن أمة يخرجها من الإيمان أن يبيت أحد أفرادها شبعان وجاره جائع. لا يمكن أن تكون في حال إيمان حين يكون بعضها آمناً وجار لها يذبح. أمة من أبرز ما ينبغي لها هو أن تكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له الأعضاء جميعها بالسهر والحمى. لا تحمل حتماً مواصفات الأمة الواحدة حين يغلق كل بلد فيها على نفسه أبواب حدوده ويتجاهل ما يحدث خلف تلك الحدود. والأمة التي تكون كالجسد الواحد تكون أمة حية، بمعنى أنها تحقق إنسانيتها بأبعادها كلها. أما عندما يختار جلها الصمت والتنعم أو العيش بالرتابة نفسها والتمسك بالعادات والطقوس نفسها، فيما يذبح جزء منها
فهذا يعني أنها أمة ميتة إنسانياً، وإن كانت ما زالت تحيا بيولوجياً. فأخطر ما يمكن أن يصيب أمة هو أن يتم تجريدها من روح الفعل والتغيير، وأن يصيبها داء لا مبالاة، وأن لا ترى لها أفقاً ولا امتداداً خلف حدودها. فإذا كان هذا الإنسان قد خلق لإعمار الكون وإصلاحه، ثم راح يتفرج على من يقوم بهدمه وتدميره، فهو من ناحية العملية قد فقد الغاية من وجوده والهدف من كينونته. وما تغيب الشعوب المتعمد عن قضايا الحياة المختلفة فضلاً عن قضايا الأمة إلى تحقيق لتلك الغايات. كل شعب من شعوب هذا الجسد الواحد يبدو كأنه منعزل عما يقع بجواره، متقوقع حول ذاته، بحيث لا يعمل أفراده إلا على تحقيق متعهم وتأمين راحتهم، غير مستشعرين أي خطر لا يمثل لهم ألماً شخصياً. فما دامت الأخطار بعيدة عنهم، يبقى الشعور بها ضعيفاً ضئيلاً لا يستدعي حراكاً. واحدة من أهم وأحدث صور موت الشعوب هي اعتيادها على مشاهدة القتل واستمراؤها أخبار الذبح واكتفاؤها بالحوقلة ورفع أكف الدعاء، ثم تراجعها وترددها وتململها أمام طلب تقديم أي فعل يحدث أثراً أو أمام طلب تقديم بعض المعونات المادية. ولست من الناكرات لعطاءات كثيرين، لكني أقارن تلك العطاءات بحجم الاحتياجات فأجد أنها ضئيلة، وأقارنها بحجم ما ينفق على الكماليات فأجدها باهتة. منذ أيام فقط زارتني زميلة في مكتبي تحدثني كيف أنها تنفق مرتبها الكبير على لباس ومطاعم وإكسسوارات، وعندما قمنا بحملة لجمع التبرعات للسورية كان المبلغ الذي تبرعت به هزيلا ومخجلا. هذه الحال ليست فردية وليست استثنائية أو شاذة، إنها الحال السائدة والعامة، بينما الحالات الخاصة والمميزة هي التي تفعل وتبذل وتضحي بأوقاتها وراحتها وأمنها ومالها. تمنيت مثلا أن يتقلص حجم المسافرين للسياحة في دول الجوار تعاطفا مع جارهم السوري الذي يذبح، لكنني حين راجعت حركة السفر في موسمه وجدتها قد ارتفعت. تمنيت تظاهرات عارمة تملأ شوارع العواصم والمدن العربية تستنكر الاعتداءات الفظيعة فتحدث ضغطا على حكوماتها، لكن هذا لم يحدث بما يتناسب مع حجم الجريمة. تمنيت أصواتا أعلى لمنظمات حقوق الإنسان وللعاملين فيها، لكنها ظلت تتحرك على استحياء. تمنيت أن نغير نمط حياتنا ولو جزئيا ونستغني عن كثير مما لا حاجة ماسة له، ونعود به على من أصبحوا مشردين على الأرصفة، وعلى أولئك المصابين الذين رحنا نضحي بأطرافهم بسبب عدم وجود دواء أو معدات تكفي لعمليات جراحية تحفظ لهم تلك الأطراف. وماذا يحدث عندما تتلوث إنسانيتنا؟ يحدث ما يحدث حاليا، ذبح شعب بكامله، اغتصاب لنسائه، إذلال لشيوخه، احتقالات بلا هوادة، تعذيب للطفولة، قهر للأمومة، تدمير للبيوت، إبادة للأحياء، تخريب للمدن، حرق للمساجد العريقة والأسواق العتيقة والقلاع التاريخية. في الوقت ذاته خلف حدود ذلك البلد حياة بذخ ومتع ورفاهية بلا منغص ولا معكر لصف أناس هم من الأمة نفسها ويدينون بديننا بل وبمذهبنا ويتحدثون بلغتنا. إن أثمن ما خسرناه خلال عقود الطغيان هو تلويث إنسانيتنا، وعندما تتلوث هذه يسهل بعد ذلك إحداث التشويهات كلها علينا. قامت الثورات، هذا صحيح، لكن الثورات لم تصلح حال الإنسان العربي. إصلاحه يحتاج إلى جهود لإعادة تأهيله، يحتاج أول ما يحتاج لأن يستعيد إنسانيته معافاة سليمة، بعدها يصحو الضمير ويرتفع صوت الأخلاق، بعدها لن يكون بالإمكان أن ينام أحدنا على مخدة وثيرة جاره يفترش أرضاً ملغمة وسماء تمطره بالقنابل. احذروا يا أبناء أمتي، فإن أعداء الشعوب يقومون بترويضنا، لأن السماح باستمرار مجازر بهذا الحجم وهذا النوع يسن سنة خطيرة، وهي رفع معدلات القتل وإعلاء سقف المجازر في سبيل الإبقاء على الطغاة والحفاظ على تسلطهم، وسنة قذرة أخرى سنها هذا السكوت على المجزرة السورية، وهي شرعنة الاستفراد بالشعوب
وإغلاق الحدود دونها وإبادتها إن هي أرادت تحرراً من ظلم وطغيان. وما تكريس صمت الجار اليوم وإشغاله بملذاته حين وقوع الجريمة في بيت جاره إلا إيذاناً ببدء أسلوب جديد ونمط مستحدث في مواجهة نهضة الشعوب وثوراتها. وأبرز دعم لهذا الأسلوب هو أن يكون فيه أبناء الأمة الواحدة على قلوب متباعدة متفرقة. اعذروني فإني أبصر عقوبة إلهية متربصة بكل جار صام. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا في حديث الصحافة لهذا اليوم. شكرا لحسن متابعتكم، ألقاكم غدا إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.